محاولة للحد من اتساع النزاعات العشائرية المسلحة وحوادث القتل العشائري، عقدت قيادة عمليات ميسان مؤتمرها الأمني العشائري للوقوف على أسباب هذه الظاهرة التي أربكت الملف الأمني وأرهقت السلم الأهلي في المحافظة. تم اليوم مناقشة الوضع الأمني في محافظة ميسان والنزاعات العشائرية التي تعصف بمحافظة ميسان. هذه النزاعات العشائرية التي أخذت حيز كبير من جهد وطاقة الأجهزة الأمنية في المحافظة وحصدت أرواح كثيرة من المواطنين. اليوم هذا المؤتمر حقيقة هو دعم للأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، متمثلة بقيادة العمليات، قيادة الشرطة، الأجهزة الأمنية اللي موجودة في هذه المحافظة أبدت جميع الاستعداد وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها، وإحنا كأجهزة أمنية من جانبنا سوف ندعم هذه اللجان التي تفضل جناب الشيخ بتشكيلها. وعزى شيوخ عشائر ووجهاء في محافظة ميسان هذه النزاعات لما تتعرض له مناطق الأرياف والأهوار من شح للمياه وارتفاع أعداد العاطلين، مطالبين بحلول لتنظيم شؤون العشائر والسيطرة على السلاح. أحد أسباب المشاكل العشائرية اللي نعاني منها في محافظة ميسان هو شح المياه والبطالة. هذا اضطرت الناس إلى التوجه إلى مراكز المدن وجاءت فرص عمل، وبدأت هنا المنافسة والمشاكل اللي أدت إلى مشاكل عشائرية. والمشكلة الأساسية الأخرى عدم وجود صلاحيات للقادة الأمنيين إلا يحتاج أمر قضائي. حلول كثيرة لا بد من هناك ثقة ما بين المواطن وما بين القوات الأمنية. اثنين، لا بد من وجود قوة أمنية تفرض الأمن وبالقوة مع الأسف. والخصومات العشائرية لا بد لها من حلول، لا تترك سائبة. وتشهد محافظة ميسان بين الحين والآخر نزاعات عشائرية مسلحة تسببت بمقتل وجرح العديد من المواطنين، فيما تحاول الأجهزة الأمنية الحد من هذه النزاعات، غير أن سلاح العشائر بات يشكل تحديا واضحا للقانون والنظام بحسب مراقبين. من ميسان، حيدر السعدي، قناة دجلة.